أنا عارف إن الموضوع ده بيشغل بال الجميع تقريبا، الشخص اللي بيتجاهلني، إيه أنسب رد فعل أنا ممكن أعمله معاه؟ هل أتجاهله؟ طيب لو تجاهلته هل ممكن كده أخسره؟ ولا ما تجاهلوش وأبدأ إن أنا أبعد عن النقطة دي بس أخاف إن هو يسوق فيها أو يبدأ يشوف نفسه عليا؟ عارف أنا الصراعات والأسئلة بالذات اللي بتبقى في الموضوع ده بتبقى شكلها عامل إزاي؟ وكل الأبراج عشان نكون متفقين في البداية بتختلف من برج لبرج ومن رد فعل لرد فعل لما نتكلم عنها في موضوع زي ده. تعالوا بقى نشوف علم الفلك بيقول لنا إيه عن كل برج في النقطة دي ونتعرف على رد فعله عشان على الأقل نقدر إن احنا نحط الخطوط العريضة اللي هنمشي بيها مع الشخص ده. خلوني كالعادة في البداية كده أرحب بعيلتي الجميلة وأقول لك لو أنت لسه جديد اشترك طبعا في القناة وطبعا عرفنا بنفسك عشان نرحب بيك. الحلقة دي كالعادة احنا بنركز في الحلقة أو في القناة بتاعتنا على الحلقات أو المواضيع الجديدة اللي تقريبا محدش اتكلم عنها قبل كده أو على الأقل محدش اتكلم عنها بالنظام والشكل اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. الحلقة دي كالعادة أخدت أعلى تصويت وكان لازم إن احنا طبعا نعملها، وعشان الناس اللي بتسأل إزاي تدخل المنتدى ومش عارفة، أنا ثبت في اول تعليق رابط يدخلك على طول على المنتدى، اضغط عليه وفي شرح تفصيلي كمان ازاي تشاركنا. ويا ريت كل اللي بيشوفني وكل اللي موجود في القناة يشاركني لان انا بمشي في الاول وفي الاخر بارائكم. ويلا بقى ندوس اللايك التشجيعي المهم جدا لتوصيل المعلومة واستمرارية القناة دي على حد سواء، ويلا بينا. رد فعل كل برج لو انت تجاهلته، دي موضوع حلقتنا ولكن لازم اوضح احنا عملنا في القناة دي حلقة اسمها أبراج تتعلق بك أكثر كلما ابتعدت عنها، دي بقى حاجة تانية خالص والتجاهل ده حاجة تانية خالص عشان في بعض أصدقائنا ممكن بيربط كده بين حاجتين ملهمش علاقة ببعض. احنا بنتكلم تجاهل، انت موجود في تجاهل في المعاملة، في تجاهل في الرد، في تجاهل بس انت ظاهر وموجود في الصورة. اما الحلقة التانية كان بيقصد بها لو انت ابتعدت كليا وجزئيا عن الصورة، انت اختفيت تماما ما عدتش باين ما عدت الظاهر، انما حلقة النهاردة انت موجود وبيشوفك وممكن كمان يكون بيتعامل معك بس في نوع من انواع التجاهل. اتمنى قوي في البداية يكون التوضيح ده وصل. تعالوا بقى ناخد اول الابراج وهو برج الحمل الناري. شوف انت هتتجاهل برج الحمل سواء رجل او انثى هيتجاهلك. برج الحمل من الابراج الصريحة ومن الابراج اللي كرامتها وعزة نفسها بتنقح عليها قوي، وكمان عنده نوع من انواع الزهو زي ما قلنا والاحساس بالنفس، وعنده كمان ممكن نقول الانا عالية شوية، فهو مش هيقبل حتى لو كان مهتم بيك ان انت تتعامل معاه بالمنطق ده، ولذلك لا ينصح ان انت تنتهج مع برج الحمل الناري الاسلوب ده في المعاملة. بالعكس برج الحمل كل ما تحاول تقرب منه وتهتم بيه هتلاقي منه استجابة اكتر مليون مرة من انك تتجاهله. طبعا برضو في كتير يعني بيربط او بيفكر ان التجاهل ده ان انا معبرش الطرف الاخر اطلاقا، الكلام ده يا جماعة مش مظبوط، مفيش اي شخصية يعني هتقبل على نفسها كده، ولكن ان انت تتقل شوية، ان انت تتعامل معاه بتقل شوية، ان انت توصل له يعني بشكل او باخر ان الموضوع عادي، يعني الموضوع بالنسبة لك مش مؤثر قوي، يعني ده هو التجاهل المعقول والمحبب. انما في شخصيات بتيجي تتجاهل ما تعبرش ابدا الطرف الاخر، ده يعني مش محبب ولا ينصح بيه. تعالوا بقى ناخد البرج اللي بعد كده وهو برج الثور الترابي. شوف برج الثور الترابي ايا كان بقى الاطراف رجل او انثى انت هتتعامل معاه بتجاهل هيتجاهلك، ولكن صراحة هيفكر فيك، صراحة هتشغله في تفكيره برج الثور الترابي، ولكنه هيكون حريص جدا ان انت ما تلاحظش عليه اي حاجة، وهو في العادي والطبيعي بتاعه بيكون كده. ومن خلال معرفتنا باساليب واسرار وصفات الشخصية دي او البرج ده اللي هو برج الثور، انا انصحك ان انت تتعامل معاه بالنهج ده. برج الثور مش متسرع ومش عايز العلاقة تيجي بسرعة ودايما عايز كل حاجة تاخد وقتها، هو برج طباعه كده ومفطور على كده، ودايما لازم اقول لكل قاعدة شواذ، ولكن دي صفات
اغلب مواليد البرج ده. كل ما تقدر ان انت تتعامل زي ما احنا بنقول مع برج الثور، انت هتشغله في تفكيره اكتر. هو ما بيحبش المدلوع، المتسرع، اللي عايز كل حاجة بسرعة. ولذلك علاقة برج الثور مع الابراج السريعة قوي في رتمها دي ما بتكونش التوافق فيها عالي قوي. الجوزاء فضولي وبيحب المغامرات وبيحب دايما اكتشاف الاسرار، الحاجة دي مخبية ايه ووراها ايه. ولو انت بتتعامل كده مع برج الجوزاء، انا انصحك ان انت بالذات في البداية تتعامل معاه كده، لان البرج ده عكس تماما برج الثور في النقطة دي. يعني برج الثور زي ما قلنا عايز كل حاجة تدريجي، وتقريبا عايز الشخصية الثابتة شوية في التعامل، بينما برج الجوزاء عايز التجدد، عايز دايما ان هو يبقى في رحلة بحث عنك وعن اكتشافك وعن تفسير صفاتك وعن تفسير ان هو يغوص اكتر في اعماقك. وكل ما انت تكون بارع في النقطة دي هتشغل برج الجوزاء اكتر. بس ما تبتعدش خالص عن الصورة مع برج الجوزاء، لأن ببساطة هو من أكتر الأبراج اللي أنت لو عملت معاها كده، احنا وضحنا خلاص في البداية الفرق بين الابتعاد الكلي والفرق بين التجاهل، لازم تكون موجود في الصورة، ما تبتعدش خالص لأنه من الأبراج اللي ممكن تنساك. خلينا نكون صريحين واحنا بنتكلم ونجيب الخلاصة. يعني نقدر نقول في النهاية طول ما انت عامل إثارة لبرج الجوزاء هو مشغول بيك، وهو ده المقصد وهو ده الهدف من النقطة دي. طول ما انت عامل له إثارة هو مشغول بيك. ما نطولش بقى وتعالوا نتعرف على برج السرطان ورد فعله في الموضوع ده. السرطان غالبا شفته كده برج الثور هيبقى فيه شوية من برج الثور، هيتعلق بيك على فكرة وهيفكر فيك، ولكنه ايضا هيكون حريص بقى، خلي بالك، يبادلك تقريبا بنفس اللي انت بتعمله معاه. هتتجاهلني، هتجاهلك، والصراع الداخلي اللي عند برج السرطان ده تأكد ان محدش هيعرف حاجة عنه. بس اللي احنا عايزين نقوله، لو انت بتتعامل كده مع برج السرطان وايضا التجاهل المقنن مش المفرط فيه، يعني برج السرطان هيفكر فيك وهيتشغل بيك، بس مش هيحاول ان حاجة تبان عليه او ان احساسه يبان عليه. ولكن برج الثور لو بنقارن في النقطة دي اشد بقى من برج السرطان في الموضوع ده شوية. اما لو دخلت معاهم في المقارنة برج الجوزاء، الجوزاء يبان عليه، يعني الجوزاء ممكن انت تشعر باللي عنده اتجاهك، غير الثور بقى في الحتة دي تحديدا وغير السرطان في الحتة دي. اما برج الاسد الناري فلا ينصح ابدا ان انت تتعامل معاه بالنهج ده، حتى لو انت شايفه بيتجاهلك، لان المعادلة ببساطة كده ومن غير ما نتكلم كتير، اول ما انت هتتجاهل البرج ده هو بقى عنده الزهو زي ما بنقول عالي قوي والانا عالية قوي، على طول هيبدأ ان هو يفتح الكتاب بتاعه ويشيل يقطع الورقة او الصفحة بتاعتك ويمسكها يكرمشها كده ويرميها ويمضي في طريقه. ده برج الاسد مش عايز ابدا اي نوع من انواع التجاهل، ولا مقنن ولا مفرط فيه. واحنا قلنا كتير ووضحنا برج الاسد من الابراج اللي بتبيع بسهولة، من الابراج اللي بتبيع بسهولة. عايز تعاقب بقى برج الاسد يعني بشكل او باخر، شوف لك حاجة تانية غير موضوع التجاهل ده، عن نفسي ما انصحكش ابدا بيه. تعالوا بقى ناخد برج العذراء الترابي. العذراء هيبادلك بالضعف، يعني انت بتتجاهل برج العذراء بنسبة 70%، هيتجاهلك هو بنسبة 140%. ولذلك ايضا ما انصحكش ان انت تتجاهل برج العذراء، لانه متمرس من الابراج المتمرسة في النقطة دي، ورد فعلها هيكون مزعج بالنسبة لك لانه من الابراج اللي ممكن تعذب نفسها داخليا، بس برضه هتتجاهلك. من الابراج اللي تقدر على فكرة ان هي تبقى بتموت فيك وتدوس على قلبها. العذراء اغلب مواليد البرج ده عندهم القدرة لكده. اي نعم ممكن يتشغل بيك وممكن يفعل، حريص ايضا ان هو يعني في شوية برضه من برج الثور الترابي. المشكلة هنا ان برج العذراء ممكن يبتعد لحد ما يختفي تماما، وهو هيكون قاصد كده. ولذلك برضو ما بننصحش بالتجاهل مع برج العذراء، رغم ان هو برج احيانا من طبيعته بيكون برج متجاهل، ولكن برضو بنقول لك لو عايز ان انت ترد التجاهل ده بلاش ترده بتجاهل مماثل، يعني مماثل مع برج العذراء عشان ما تخسروش للأبد.
يعني برضه بنقول لك حاول تشوف انت حاجة تانية غير موضوع التجاهل ده. بينما برج الميزان من اكتر الابراج اللي ممكن انت تشغلها لو انت عملت معاها كده. برج الميزان الهوائي تحديدا في النقطة دي بيشترك بنسبة كبيرة مع برج الجوزاء الهوائي، ولكن ايضا ما تبتعدش تماما. الابراج الهوائية كلها عندها القدرة لو انت اختفيت تماما من الصورة ان هي تنساك باختصار كده، وبنجيب من الاخر في الموضوع ده. يعني ما اروحش ابعد واختفي من الصورة تماما لحد ما هو ينساني. بينما بقى برج العقرب المائي، فيا سلام لو انت بارع في التجاهل ومعاه شوية غموض كده. من أكتر الحاجات بقى على فكرة اللي تثير وتجذب على حد السواء برج العقرب ليك. برج العقرب بصراحة ما ينفعش معاه الكتاب المفتوح، هتكون كتاب مفتوح مع برج العقرب، دي مش الشخصيات اللي بتستهوي البرج ده. من العقرب لو حس منك بكده ممكن ايضا يحاول ان هو يتجاهلك، بس انت هتشغله قوي وهيكون حابب قوي ان هو يعرف خباياك واسرارك ويقرب منك. مش هنتكلم اكتر من كده، وتعالوا بقى ناخد برج دمه خفيف قوي ومحبوب قوي، واكيد انتوا بتلاحظوا كده ابراج القوس حتى في التعليقات باين عليها خفة الدم لوحدها من غير ما انا اقول. يعني تعالوا نشوف برج القوس ونتعرف على رد فعله في الموضوع ده. البرج ده بيعشق الحياة وما بيحبش وجع الدماغ وما بيحبش الألغاز وما بيحبش اللف والدوران. هتتعامل معاه بالنهج ده بمنتهى السهولة، وارد جدا ان انت تخسر البرج ده. ايضا خلي بالك من النقطة دي، لو يهمك حد من برج القوس الناري سواء رجل او امرأة على حد السواء. الجدي هو زعيم التجاهل الاول سواء رجل او امرأة، ودايما بيرى نفسه ان هو احق بالزعامة من اي برج اخر. عشان كده هيناطح برج الاسد في رد فعله في الموضوع ده. اذا تقريبا اللي ممكن يعمله برج الاسد او يكون رد فعله على شخص بيتجاهله هو تقريبا اللي ممكن يعمله برج الجدي الترابي، ومش هنستغرب لو قلنا ممكن يعمل اشد من كده، لانه برج متحكم قوي في مشاعره الداخلية، ويقدر ان هو يشيل قلبه زي ما بنقول يخلع قلبه من مكانه ويتخلى تماما عنه. عنده الأنا عالية أيضا أوي أوي أوي، ومن هنا هو بيتجاهل بس شايف نفسه مفيش حد يتجاهلني. دي فلسفة وشخصية برج الجدي أو شخصية برج الجدي الترابي عامة. ولذلك ما أنصحكش برضو إن أنت لما تحاول إن أنت يعني تعمل حاجة زي كده ابعد عن التجاهل. عايز إن أنت مثلا تعاقب برج الجدي على سبيل المثال أو أيا كان، أو تثير اهتمامه مثلا، بلاش التجاهل، بلاش ان انت تنتهج معاه الصفة دي، لانه غالبا هياخد تتحدي، هياخد تتحدي. وبرج الجدي اما بيدخل تحدي ما بيحبش ابدا ان هو يخسره، لو كان هيعمل في سبيل كده اي حاجة انت ممكن تتوقعها. طبعا انا مش عايز اتطرق يعني اخرج بعيد عن موضوع الحلقة، بس في اساليب تانية غير التجاهل ممكن نتخذها مع الابراج دي، زي مثلا ان انا اكون مميز اوي، ان انا اكون شخصية اوي، ان انا اكون ناجح اوي. الخ بقى، مش حابب ان انا اخرج بعيد عن موضوع الحلقة دي. ممكن ان احنا نعمل حلقة اكتر مثلا حاجة ممكن انت إيه، بس تقريبا احنا عملنا برضو الكلام ده، عملنا حلقة عن اكتر الحاجات اللي ممكن تلفت بها انتباه البرج الاخر، ولكن ممكن نعمل حلقة تانية يكون فيها اكثر توضيحا اكتر حاجة ممكن تثير اي برج اخر فيك. لو حابين الاقتراح ده ان احنا نتوسع في الشرح في شوية ونعمل حلقة، اكتبوا لي في التعليقات. انتوا عارفين ان انا تقريبا بقرا غالبا كل تعليقاتكم وبتعرف عليكم من خلالها. وخلينا نذكر كده اللي نسي يدعم الحلقة بلايك، الحلقة دي ايضا من الحلقات المهمة جدا، يدوس لايك مش هيخسره حاجة، مهم جدا على حد السواء ايضا لاستمرارية القناة دي. وتعالوا بقى ناخد برج الدلو الهوائي. هتثير اهتمام برج الدلو، طبيعة هوائية واحدة متحكمة في البرج ده، ولكن البرج ده أكتر الأبراج على الإطلاق اللي مش عايز إن أنت تختفي من الصورة قدامه. حاول إن أنت تكون موجود باستمرار، وحاول إن أنت برضه تشغله، وحاول برضه التجاهل بتاعك ما يكونش فيه أفورة قوي مع برج الدلو، لأنه من الأبراج أيضا زي ما احنا عارفين المتمرسة
في الموضوع ده. برج الدلو بقى هنا اختلاف شوية، ممكن تحس لو هو رد فعله بقى معاك شوية ممكن تلاقيه بيتجاهلك، وشوية تحس ان هو عايز يقرب منك. دي طبيعة في برج الدلو، ولكن في الاول وفي الاخر تعاملك معاه بالنهج ده او بالنمط ده هيثير حاجة عنده، هيخليه يتشغل بيك. وايضا برج الدلو بيشترك في النقطة دي تحديدا مع برج العقرب، مش عايز الكتاب المفتوح قدامه. برج الدلو وبرج يعني الذكاء والعقل عنده شغال قوي، وبيحب دايما يشغلهم في كل حاجة، ولا سيما الناحية العاطفية. حاول بقى ان انت تشتغل على قد ما تقدر على النقطة دي، حاول ان انت تخلي دايما برج الدلو باحث عن اكتشافك، يحاول ان هو دايما يكتشفك، يكتشف الشخصية دي. صدقوني من اكتر الطرق الفعالة لما تتعامل مع برج الدلو رجل او امرأة على حد سواء. تعالوا بقى نختم باخر برج معانا، برج الحوت المائي، يلا بينا. الحوت لو انت عملت معاه كده نتكلم بصراحة هيتعلق بيك وهتشغله وهيتعلق بيك قوي كمان. وكمان هنا المفارقة، لو انت حتى ابتعدت او غبت عن الصورة، الحوت من الابراج العاطفية جدا، وما بتعرفش ان هي تنسى الاشخاص اللي بتحبهم او اللي بتتعلق بيهم. وان كنت انا فعلا بقولك ان هو هيتعلق بيك لو انت تعاملت معاه بالاسلوب ده، لكن انا ما بنصحش برج الحوت غالبا انت تتعامل معاه بالنهج ده، لان ولا سيما الانثى لانها حساسة جدا واكتئابها بيطول جدا، ولما بتحب بتتعلق بشكل جنوني تقريبا بالطرف الاخر. فانت مش محتاج ان انت تتعامل مع الحوت ابدا على فكرة بالنهج ده. يعني هو برج عنده قدرة كبيرة قوي على الاحتواء، ومواصفاته ومطالبه مش هتلاقيها قاسية قوي، مش هتلاقيه دايما بيكلفك يعني فوق طاقتك وعايز منك حاجات، مش متعب. برج الحوت عامة يا جماعة مش متعب، ولا سيما لما بيحب. هو بيكون حريص ان الدنيا تمشي بأكبر قدر من السلاسة على قد ما يقدر، ودايما بقول للأسف ممكن من هنا بيجي استغلال أنثى برج الحوت، ان في شخص مثلا ممكن يعلقها بيه ويعلقها بيه قوي ويستغل النقطة دي قوي. هنا احنا مش هنتكلم اللي بيتعامل مع برج الحوت، احنا المفروض هنا نوجه النصيحة لبرج الحوت نفسه ان هو يحاول على قد ما يقدر يعني يتحكم في الموضوع ده. هو لو انت شخص سوي هتبدأ تقدر المشاعر عند الطرف ده المفروض يعني، ولكن طبعا مش كلنا بنكون اشخاص اسوياء، في البعض بيحاول ان هو يستغل المشاعر دي. اتمنى الحلقة دي تكون كانت مفيدة، والاخر مرة بنقول اللي نسي يدعم الحلقة بلايك مهمة لتوصيل المعلومة والدعم وبقاء واستمرارية القناة دي، واكتبوا لي اراءكم وعرفوني بنفسكم زي ما انتم عارفين، تقريبا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف عليكم كمان من خلالها. ومعلش الحلقة دي ممكن تكون نزلت متأخر شوية، يلا بينا بقى على المنتدى عشان نختار حلقة او نصوت على حلقة يوم الثلاث القادم. وزي ما قلت لكم انا سايب رابط المنتدى ومثبته في اول تعليق، اللي عايز يشاركنا برأيه